يعني هسه احنا ولدنا اذا رجعوا من الاردن وصارت حرب، راحوا الايران الشباب وصارت حرب، زين احنا شلون حنوصل لولدنا او ولدنا شلون يوصلون لنا؟ يعني هاي دائما يصير في الدول اللي يصير فيها حروب ويكون طلبه عالقين مثل ما يحدث ما صار اوكرانيا، ومثل ما صار باوكرانيا اوكرانيا بالضبط صار عراقيين عالقين هناك بالقوه، قسم جو وقسم استشهدوا هناك. زين احنا شنو ذنب ولدنا؟ فاحنا نتمنى انه من سيادة رئيس الوزراء او الدكتور نعيم انه يحل المشكله مع طلابنا باسرع وقت ممكن. يعني اغلبيه الطلاب انه اغلبيتها الاغلبيه العامه من طلاب ايران، تدرين ان وضع ايران يعني اكو اولياء امور، اكو اولياء امور زينه ان شاء الله زينه لا تخاف عليهم زينه الامور زينة. اغلبيه اولياء امور اخذوا اجازه كونهم تدريسيين يعني وهو مدرس اجازه بحيث انهم يظل وياي طبعا